السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتابعين الكرام. شكرا لجريده مغرب نيوز. اليوم حنا كنتواجدوا في محكمه الاستئناف بالدار البيضاء بملف تهامي بناني، الملف الذي اسال المداد وهو ملف شائك جدا، بحيث ان لحد الان لم يظهر اي اثار لتهامي بناني ابن السيده حياه العالمي، والذي لا زلنا نعتبره في اطار المختفي. اليوم كانت الجلسه اللي من بعد ديال 20، فدخلنا وبداو الدفوع الشكليه، بدا الدفوع الشكليه، وقع واحد الشنآن. احد الدفاع مني نادى السيد رئيس المحكمه، رئيس الهيئه، على الشاهدتين، دفع بانه الشاهده عندها واحد المرض سرطان وعندها مانع، ما يمكن لاش تحضر وهذا الشيء. فاذا به كيقول واحد الدفاع ديالهم قال بان راه ما يمكن لاش تجي. فبالتالي كانت هذاك واحد الدفع اللي كان باقي السيد القاضي ما عطاش الكلمه. فجات الاستاذه خيار ودارت التصريح ديالها وقالت له راه حنا واخا تكون الشاهده عندها واحد المانع خاصها تحضر. فبالتالي بدا واحد الشنآن في المحكمه، وانسحبت المحكمه لبعض الدقائق باش يعاود يرجعوا الاجواء كما كانت. ومن بعد بدا النقاش حول الدفوع الشكليه، شنو هو، شكون هو تهامي بناني، علاش، كيفاش. فاحنا الدفاع ديالنا الاستاذه خيار مشكوره، قالت بانه على اساس الحكم التمهيدي احسن في الموضوع، وعطى الخبره التمهيديه على اساس المختفي، ولم يحدد انه هالك، لانه قال بان هذاك الحكم التمهيدي كيتعتبر عنده واحد القوه. قال بانه الموت يجب ان يكون يقينا، ويجب ان يتحقق، والتحقق واليقين للموت يجب ان يكون بالجثه. يعني اين هي الجثه؟ ولو انه يقول مات، فاين هي الجثه؟ هل اختفى؟ هل داب؟ هذا لا يعقل. فكل طرف كيتشبت بالدفوع ديالو، هما مازالين كيتشبتوا بانه المسطره كانت فيها خروقات، كانت فيها اخطاء من جميع الاجهزه، كانت اخطاء من الدرك الملكي، اخطاء من الطب الشرعي، اخطاء، وبإذا به كيقولوا اخطاء حتى على الملابس. وحنايا الملابس او الحذاء او في حين اننا نحن لسنا الا امام صور، وليس هناك لا ملابس ولا حذاء ولا اي شيء يتعلق بتهامي بناني. اذا انسحبت الهيئه المحترمه لواحد بعض الوقت باش انها نعاود تعيط لنا باش نشوفوا شنو هو القرار ديالها دابا اللي غادي تاخذ. هل ستعتبر المحكمه الملف جاهزا، ام انها ستعيده من اجل ربما تغريم الشاهدتين؟ شكرا لكم على المتابعه.